سيقوم وزير الخارجية الصيني وانغ يي بزيارة للولايات المتحدة ما بين 23 والخامس 25 من الشهر الجاري. وقد قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية خوا تشونغ يين في مؤتمر صحفي بعد ظهر اليوم الاثنين إنها تأمل في أن تناقش الصين والولايات المتحدة تعميق التعاون العملي في مجالات مختلفة خلال هذه الزيارة، مما يدفع التنمية المستدامة والسلمة والمستقرة للعلاقات بين الصين والولايات المتحدة. تعد زيارة وزير الخارجية الصيني وانغ يي للولايات المتحدة المرة الأولى في هذا العام، ويعد هذا تبادل هاما بين الصين والولايات المتحدة، ونعمل في أن يرتب الجانبان تبادلات ثنائية المقررة رفيعة المستوى وآليات الحوار في عام 2016، بالإضافة إلى مناقشة تعميق التعاون العملي في مختلف المجالات والتعامل مع القضايا الحساسة بشكل بناء، مما يدفع تنمية العلاقات الثنائية بشكل مستدام وصحي ومستقر. أعربت خوا تشونغ يين عن أنه خلال زيارة وانغ يي للولايات المتحدة سيتبادل الجانبان الآراء بشكل عميق بشأن القضية النووية في شبه الجزيرة الكورية، فالصين تثابر على عدم انتشار الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية والحفاظ على السلام والاستقرار بشكل ثابت، وكذلك تتمسك بالحل السلمي للقضية عن طريق الحوار والتفاوض.